طيب احنا كاميرا صباح الخير نزلت الشارع وسألت الناس الأكل المطبوخ ولا الأكل الوجبات السريعة، ايه الأكلة اللي لو شفتها على الترابيزة الأكل مستحيل تاكلها؟ تعالوا نشوف الناس قالوا ايه في الشارع ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور اللي منورانا في استوديو النهارده. اتفضل يا دكتور. السؤال المعتاد كل يوم لكل الناس اللي بتحب الأكل، هناكل ايه النهاردة؟ وتبدأ بقى الاقتراحات لحد ما نستقر على أكلة معينة. بس هنا بقى، يا ترى انت من الناس اللي بتحب الطبخ ولا الأكلات السريعة؟ ولو في أكل معين انت ما بتحبهوش وفجأة اتعزمت في عزومة ولقيت الأكل ده موجود، هتتصرف ازاي؟ تعالوا بينا نسأل الناس ونشوف هيقولوا ايه. عايز أسألك بقى، بتحب الطبخ أكتر ولا الأكلات السريعة؟ لا، الاكلات السريعه طبعا. اكل البيت مميز غير الاكلات السريعه، الاكلات السريعه دي دمرت الاطفال. طبخ في البيت بيبقى احلى وكده وليه طعم احسن من بره. الطبخ طبعا احسن، يعني الاكلات السريعه دي الاولاد ممكن هو يكون بيحبوها، يعني على اساس تبقى يعني خفيفه وما بقاش يحب الاكل التقيل شويه. يعني بحب الطبخ في البيت طبعا، لان الطبخ في البيت بتبقى انت اكل انت عارفه عامله ازاي وفي ايه. لا، الطبخ طبعا افضل. بحب الطبخ في البيت، انا اصلا عندي مشروع من البيت وبعمل اكل من البيت. طبخ ليه بقى؟ عشان بيبقى اكل صحي في البيت اكتر، بيبقى احسن واحسن من اللي بره، وما تضمنش اللي بره ده بيبقى معمول من ايه ولا اللحوم بتاعته ايه. لا طبعا، الناس اللي في سننا لازم يحبوا الاكل في البيت اكتر. اكيد اكيد طبعا، اكل البيت طبعا صحي، واكيد طبعا بيبقى فيه طعم مختلف، وما ننكرش طبعا الفاست فود فيه اكيد بيلحقنا وقت الجوع، وفي مطاعم اكيد يعني فيري فيموس وليها نكهات وطعم مميز طبعا. هل في صنف خضار معين او اكله معينه ما بتحبهاش؟ لا ما فيش، يعني الحمد لله كل اكله ليها طعم وليها مذاق وليها لذه لوحدها. يعني كل الخضار بحبه الا الخبيزه بس انما اي خضار تاني بحبه الحمد لله تمام. البتنجان المطبوخ ده اقصى اكتر حاجه ما بحبهاش ابدا. خبيزه يعني عشان يعني عاملها صعبه شويه، هي مش صعبه بس هي ما بحبهاش، يعني ما تعودتش عليها من صغري. يعني كوسه والسبانخ. الباميه ما بحبهاش خالص. مثلا السبانخ نهائي، اعتقد الناس كلها ما بتحبش السبانخ. كرشه والحاجات دي ما بحبهاش يعني في الاكل بالذات. كوارع والفشه والممبار والحاجات دي الغريبه. مالكيش في الحاجات دي خالص بقى. لا لا لا، ماليش فيها خالص، دي مالهاش لازمه بالنسبه لي. يعني في ناس ثانيه طبعا ده عشقها، لكن انا لا ماليش فيها. دلوقتي في عزومه ولقيت الاكل اللي موجود ما بتحبهوش، هتتصرفي ازاي؟ لا هاكله، يعني اصل كله بحبه يعني، فمفيش حاجه ما بحبهاش يعني، هاكلها كده، هاكل منها حاجه صغيره كده وخلاص، يعني ما احرجش الناس الموجوده يعني. لا طبعا همتنع عن الاكل يعني اكيد يعني. اجامل باي اي حاجه هاكلها كده وخلاص يعني لحد ما اروح برضه. يعني اعمل نفسي ان انا باكل وكده ما كملش يعني عادي، كانه عشان ما نحرجش الناس اللي احنا عندهم وكده. كل اكله بحبها الا الكوسه والسبانخ، يعني كل حاجه باكلها الحمد لله. في العزومه دي لقيتي فيه كوسه وسبانخ، هتعملي ايه؟ لا مش هاكل طبعا. مش هاكل. هتديها سلطه، هو ده الحل الافضل يعني، اكيد يعني مفيش سفره هتاخله من السلطه، فبتبقى السلطه هي الحل الافضل.